بعد هالمحطة عودة لمتابعة عالم الصباح. طبعا نحن مستمرين معكم بهالتغطية اللي عم تكون بين استوديو وبين منطقة عبرة بصيدا لنحكي أكثر ونعبر عن رأي اللي عاشوا هالحالة الاستثنائية اللي إن شاء الله ما بتتكرر أبدا بالأسبوع الماضي وهالكم يوم اللي فاتوا. نحن وياكم رح ننتقل مباشرة لعند شو؟ اخذ كل الكاميرات بقلب الاستوديو وانا ما اذا انت اخذ الكاميرات كلها كيف انا بدي اروح لعنده؟ بالاتفاق طبعا هيدي القصه بالاتفاق مع الشباب قدرت اربحك يا شيف لانه اليوم قاعد عاقل لانه الجو ما سمح لي اليوم حتى ولا عليك ولا حركش فيك بس انه مضطر. يلا الله كبير الله كبير الله كبير. طيب طبعا نحن عم نقول بالنسبه للفود طحين سكر بهارات باستا رز صلصات زيوت سمك معلبة زيت زيتون زيت نباتي طماطم معلبة خل كلهم هودي لازم يكونوا من الأولويات الموجودة بمخزناتنا إذا كان عنا حالات طارئة نقدر منهم نحضر ولو أطباق هيك على الخفيف نقدر ناكل حتى منجوع بالأيام العصيبة. نحن وياكم رح نشوف الشيف لهلأ شو حضرت. أهم شغلة أنا بلاقيها بحالة الطارئة والغذاء الطارئ هو الخبز. يكون عندنا اول شغله نعملها نعمل عجينه بالخبز طبعا بس بياخذ هلا بياخذ وقتي ولا بدك لا لا, لا بدك تحكي بعد ما عاد عندي 10 دقائق لازم اطبخ فيهم ولا لا بعطيك اياها ولا بدك طيب. لا يا ورشه ملح احبائي اهلا وسهلا فيكم لكم من جديد. حكينا عن الغذاء بحاله الطوارئ وحكينا شو لازم وجوزيف كمان قال شو لازم يكون موجود عندنا بكل بيت وهيدي الشغله كل شخص منكم عم يتفرج علينا بيعرف انه بكل بيت لازم يكون في دائما الرز موجود دائما المعكرونه حتى اذا انسان اليوم انتقل على بيت جديد ما هيك اشترى بيت جديد اول شغله تفكر فيها المدام او الام الموجوده او الاخت او حتى الرجال بالبيت انه يكون دائما في رز دائما في بصل دائما في علبه تون علبه الذره علبه اسبرج يعني دائما طماطم اشياء من هون. طيب شو لازم نعمل بهيدي الحالات؟ انحصرنا ببيتنا ما فينا نطلع برات البيت او ما فينا نشتري اغراض او صارت يعني اي حاله طارئه، اول شغله لازم نفكر فيها هي نحضر عجين. بس العجين مش معناتها بس طحين قصدي طحين القمح، في اي نوع من الطحين الثاني فينا نحن نستعمله ان كان سميد، عندنا شويه سميد، عندنا شويه طحين، طحين اسمر، طحين ابيض، طحين الحمص، عندنا سيمولينا، عندنا سميد خشن، عندنا مرات كثيرة ممكن يكون انواع من خلينا نقول يا شادي تنقول الرز المطحون، فشو فينا نعمل؟ نجمعهم مع شويه خميره اذا عندنا خميره وما عندنا مش مشكلة بيكنج باودر معنا مش مشكلة بنجمعهم مع شوية طحين أو لوحدهم مع شوية مي وشوية ملح بيطلع عنا عجينة. هلا المشكلة وين هون؟ المشكلة إنه نحن بنكون حضرنا عجينة بس ما عندها طعمة لأنه مش متابعين وصفة معينة حتى تطلع هالعجينة طيبة. شو لازم نعمل بهيدي الحالة؟ نطعم العجينة نشوف شو في عنا بالبيت بيعطيها طعمة لهيدي العجينة أوكي ونستعمله مثلا قرفه مثلا سمسم مثلا شو ما كان عندنا فينا نستعمل. كان عندي زعتر شوي صغير من السماء كان عندي مع الزعتر مع السمسم خلطتهم مع بعضهم عملت الزعتر حمصتهم صار عندي هالخليط. شو عملت انا؟ جيت كبيت شوي صغير من الزعتر بقلب العجينه والعجينه اللي عملتها هي من السميد الناعم ومن الطحين مع شويه خميره وشويه ملح والمي. هالعجينة شو بعمل فيها انا هلا بعد ما عجنات طلعوا شو حلوه بجي بحطها انا على جنب بغلفها بشو ما كان انا هلا عم غلفها بنايلون بس ممكن ما تكون عندنا اياها ورق الخشخاش بنحط عليها شقفه عاديه بهالطريقه وبننطرها لانه الخبز فينا نعمله باي فرن فينا نعمله كمان بالمقلي على الغاز مثل التورتيا او اشياء من هالنوع وبهالطريقه بيكون عندنا شغله تشبعنا من دون ما نعمل شيء حدا ناكل بس خبز بس طعمته زعتر او طعمته سمسم او طعمته قرفه او طعمته سماء او غير. طيب هيدي شغله من الشغلات الاساسيه اللي لازم نعملها. شغله ثانيه انا كمان قبل شفنا انه سرقت من الباستا واهم شغله نحضر حالنا. اوكي؟ مش انه انا بتطلع هيك بالخزانه بقول خلص عندي باستا بطعميهم باستا، لا عندي باستا دغري بركض بسلقها، دغري بركض على الرز بسلق الرزات، شو ما عندي حتى امن حالي وارتاح نفسيا انه انا عندي اشياء جاهزة عندي بالبيت. طيب انا عندي مقلي هون ليكو شو رح اعمل، رح انا اجي اعمل وصفة هيك سريعة جدا كتير طيبة كل العالم بيحبوها
ومثل ما قلت كمان المواد تبعولها موجودين عندنا مثلا تقولها الزيت انا موجود انا عندي طلع زيت الزيتون دائما او زيت النباتي من دون اي مشكله فيني اخذهم كمان مع بعضهم من دون اي مشكله حطيت الثوم هون ثوم كمان موجود دائما عندنا وعندنا من الحر اذا عندنا حر اذا ما عندنا حر ممكن يكون في باذنجان بالبراد بندوره يمكن شقفه لحمه يمكن اوكي حمص شو ما كان يكون انا عندي شوي من الحر رح احطهم بهالطريقه هيك ها اذا حدا بده حر واجي انا امن وحطها هلا فوق السباجيتي واشتغلها بطريقه كمان حلوه او الرز او الشعيري طيب بهالطريقه نحن هون شو بنكون عملنا بنكون عملنا اول شغله بس نحن نوقع بمأزق بدنا نرتاح نفسيا بدنا نريح حالنا نفسيا من العبء لانه عبء الام بيكون بالبيت كبدي طعمي ولادي او زوجي اذا اجوا من المدرسه او اجوا كمان من الجامعه هيدا نحن بس نرتاح ما عندنا مشكله وانا كمان ريحت حالي شفتوا حالي جهزت كل شيء قدامي اللي عندي اياه بالبيت صرت هيني هلا اذا وصل حدا لعندي اوكي كيف بده ياكل مثلا هلا جوزيف موجود عندنا هون بالاستوديو مثلا تنقول وانا بدي احسب حالي قعد انا بالبيت وجوزيف وصل اوكي وبحالي طارئه فرح هلا انا مثلها بطريقه كمان كثير حلوه انه انا بجيب انا لهون هيك بقول له جوزيف انطار بس دقيقه باخذ انا من السباجيتي اللي انا سلقهم رح اخذ المقلي هيك وبحطهم فوق هل زيت الزيتون وكمان هالتومات طلعوا كيف وانا هلا انا هون فيني اكيد طعمي جوزيف لوحده حتى اذا اجى حدا من بعد جوزيف بدقائق فيني بنفس المقلي فيني بنفس الصينية اشتغل كمان نفس الموضوع وبطريقة سريعة جدا وبقدر طعميهم هلا بتقولوا لي واو اطيب اذا فيها لحمة اطيب بكتير اذا فيها سمك اطيب بكتير اذا فيها ريدس نحن عم نحكي عن موضوع الغذاء والطوارئ اوكي طلعوا شو هيك ها حلو كتير وانا اكيد رح خليها قدامي وبس ترجع لعندي جوزيف بعدين رح ذوقوا اياها ورح كمان ناخذ رايه قديه ممكن طبق من هالنوع طبق سريع جدا نقدر ناكله نحن من دون اي مشكله اوكي ويكون كمان طيب كثير هلا بس ترجعوا لعندي بعدين رح نشتغل شوي صغيره بالرز رح نشتغل شوي صغيره بالشعيريه وانا بكون كمان خبزت لي كم منقوشه زعتر على ذوقي جوزيف شو رايك بالموضوع؟ حاجه لهالطوارئ هيدي ولكن ان شاء الله ابدا ما بنحتاج انه نحضر اكل بهالطريقه هيدي ضل اللحمه موجوده وضل السمك موجود وضل كل الانجريدينتس اللي بدنا اياهم لاكل طيب موجودين ونقدر نطلع سوبر ماركت اقل شيء الانسان يكون مرتاح وخاصه على سفرته بنرجع اللي عندك بعد شوي طبعا ولكن بعد البريك رح نكون مع غيدا كمان نقل مباشر من صيدا خليكم معنا عودي لمتابعة عالم الصباح بعد قلنا طبعا لقاء بصيدة لقاء قصير ولكن قبل ورشة ملح ورح نكمل الغذاء الطوارئ وتكون عنا حالة طارئة تعرف أصلا أنت صوتك بس تحكي بيوترني بحس في حالة طوارئ هلا خلينا نكون رسميين بعد شوي لما بدي اقول شغله كمان بس شوي صغيره وبعدين بننتقل بنمزح شوي حتى نغير الاجواء شوي صغيره بالبيت مش عم بمزح اوكي الشغله وين؟ انا بسن بال 2012 بايلول اضطرنا على شو اسمه على الولايات المتحده ببرنامج اسمه الغذاء من اجل السلام اوكي وانا بس رجعت وكتبها كمان الفود فور بيس يعني لما رجعت انا من امريكا كنت انا عم اقول وين بدي طبق هالقصص اللي علموني اياها طلع انه بتطبق بلبنان كل يوم تصور لأيا لانه عن جد شغله كثير شو اسمه هلا بالنسبه اكيد بدي اقول شغله بالنسبه لكل شهداء الجيش اللبناني بالنسبه لكل ام اليوم انا بقول كلمه صغيره دائما بنقولها الله لا يجرب حدا لانه نحن اليوم الله لا يجرب حدا لانه ما بعتقد في شغله اقوى من هيك بالعالم الله لا حدا يفقد لا قلب ام ولا قلب بي ولا قلب خي ولا قلب اخت يا بي شو بدي خبرك ونحن هلا بنحكي ونطلع على التلفزيون يمكن بنضحك وبنطلع وبنكون ما حاسين قد ما يمكن اليوم طفل واحد فقد بيه اليوم قد ايه بيكون حاسس اليوم طبعا. بالغبن الموجود انا اللي بقول شغلي انه ممنوع منع امبارح شخصين علقوا ببعضهم بأونتلياس هيك كلمتين قوصوا وهيدي القصص عم تصير هلا اليوم بلبنان قبل النهر البارد ما هيك مرق هلا بصيدا بعدين يمكن مش مثل بعضهم كلهم سوا بس هيدي عم تصير
وهذا لانه عم بيصير في فلتين بالبلد كثير. والجيش اللبناني اليوم ما لازم يسمح لاي انسان حتى بالوضع العادي، نحن بس نشوف عن جد واحد عسكري لازم نخاف منه. نحن ما بنخاف من العسكر، ما بعرف ليش. لازم يخوفونا. بدي احكي فيها ما بنخاف العسكر بالفعل، ما راح نضلنا ما نخاف العسكر. انا بشوف الجيش اللبناني بحس باحترام ووقار وكذا، بس لازم نخاف اليوم من شغري انه نحن اليوم ما بدنا نكون حريين، بدنا نحن بعض الاشياء اليوم مثلا تقول انت عايش باوروبا، ما اوعى تسرق احلى ما يلقطوك. هيدا شو معناتها؟ انه في عندك حاجز قدامك، انتبه، عندك مرية، عندك رادار. هيدا اللي قلته بالاول، انه ممنوع نغضب من الجيش، ممنوع نحارب الجيش. طيب واحد قدامي انا بموبيلات ماسكها قاببها، الدركي واقف وهون حاطط فرده، هيدا شو على الموبيلات؟ بس هيدا بنتركه للانسان، بنتركه لهيدا الانسان اليوم. بكره بيصير معه رشاش، بعد بكره بيعمل منظمه، بعد بكره معلم مدري شو. السلاح فقط كلهم. فقط وثم فقط كلهم. بايد الجيش اللبناني. طب هلا ان شاء الله بوصل. طيب. نحن سلاحنا اليوم شو؟ اول شغله ما بعرف، تنتقل هلا للموضوع الثاني، حكينا كم كلمه وان شاء الله يوصلوا هودي كل اللي حكيناهم، هلا العالم كلها بتعرفهم، بس ما بعرف اذا لازم نعيدهم بعد وبعد. اول شيء، انت شو دخلك بالغذاء بحاله الطوارئ؟ واحد بس يكون في حاله طارئه بده يكون لوحده بالبيت عم يحضر، بيكون تاني قاعد قدامه عم يضحك مثلا، كيف يعني؟ شو بدك هلا؟ اوكي، فيك تلاونيك طيب لكن عم بحكي جزاف. اول شغله لازم نعملها بحاله الطوارئ دغري، عندنا شغله بالبيت دغري نسلقها، دغري ننقع الحمص، دغري نطلع البيضه من البراد، دغري هودي الاساس اللي بيكونوا موجودين دائما عندنا. ليه؟ لانه ما بتعرف اي ساعه بشرف حدا على البيت بده ياكل، لانه اهم شيء يمكن فيك تمشي بالزلط يا خيي، بس ما فيك تقعد من دون اكل. طيب عندي سؤال. اوكي تفضل. كرتونه البيض برات البراد قد ايه بتضاين؟ بتضاين كرتونه البيض برات البراد وعلى الحراره تكون بين 7 و12 درجه، مش تكون 50 درجه والشمس ضاربه عليها، بين 20 لـ25 يوم من دون اي مشكله. بالبراد بتضاين بعتقد بتوصل للشهرين من دون اي مشكله، بس بشكل انه ما نطلعها لبرا ونرجع نفوتها لجوا. مثلا مثلي انا هلا طلعتهم لبرا، هودي هلا اذا بفوتهم لجوا ما راح يضاينوا مثل الموجودين جوا بالبراد. اوكي ودائما احنا بنعرف البيضه كيف، انه اذا منيحه ولا لا بنحطها بالمي. اذا يعني الاكسباير ديت بتكون موجوده على كرتونه البيض هي اذا موجوده برات البراد مثلا، اذا احنا لا بقلب البراد بتضاين اكثر من برات البراد. طيب بس ما بكون مكتوب عليها اكسباير ديت 30 يوم. 30 يوم او 25 يوم. بس 30 بتضاين بتضاين بالبراد شهر زياده. بتضاين شهر زياده. شرط برجع بعيد انه نحن اليوم بس نكون عم نشتريها، ما عم نشتريها نهار واحد قبل ما تنتهي مدتها. عم تفهم علي؟ انا اليوم اذا بنتهي مدتها بعد نهار وحطها بعد شهرين البراد اكيد لا، يعني من اول ما الدجاج بيض البيضه حطها بالبراد بتضيني شهرين من دون اي يعني بحطه المفروض وقت الانتاج ووقت 100%. اوكي انتهي. لك انا شو بدي اعمل؟ انا عندي شوي صغيره من الرز اللي انا كمان سلقتهم، اوكي فيني اكلهم مثل ما هني، وفيني كمان انا اعمل منهم سلطه من دون اي مشكله وسريعه، واساس موجودين عندي بالبيت. مين ما عنده رز بالبيت؟ تعرف انا صرت عم بستعمل طريقتك عدم غسل الارز بالبيت وعم يطلع حبه بشكرك عليها. بس على هيك كل فضل اليوم، كل فضل الجمال اللي عندهم اياه اولادك اليوم بيرجع لي. بصل لك، عندنا بصل احنا كمان بكل بيت، اوكي؟ عندنا معلبات، شو ما كانت، يمكن تفتح فول، يمكن تفتح ذره، يمكن تفتح حمص، شو ما كان فينا نعمل منه سلاد، يعني تصور نحن هون وبسرعه فائقه من دون ما حدا يشوف لا يلبكنا ولا يحكي معنا بالخالص، طلع كيف؟ حبيت. ومنروح كمان هون بهالطريقه طلع هيك ها؟ وعندي كمان من الطون لكيف، شو اي نوع من المعلبات نحن عندنا؟ فيني اشبكهم مع بعضهم وبرجع بعيد، فينا ناكل بس رز. لانه كل شيء في نشا اليوم بإيت يعني بشبعنا. مشان هيك انا عم حضر خبز، واول شغله قلت انه حضروا خبز وطعموه، لانه انا هلا مش عم بعمل الوصفه يلي لازم تنعمل. اوكي انا عم بعمل وصفه سريعه عملتها من السميد، خلطته مع الطحين من دون ما اتابع وصفه. اوكي فنحن اكيد ما راح يطلع معنا الخبز طيب كثير، فحتى طعمه اوكي ذوق وحده اذا بدك، ثانك يو، حتى طعمه لازم حط فيه نوع من الاعشاب اللي عندي، اوريجانو شوي، نعنع يابس بقلبه، زعتر بقلبه، شفت الريحه شو حلوه؟ زعتر بتقبلوها الصغار والكبار وبتتاكل وبتقيت، يعني بتشبع كمان من دون اي مشكله. وانا هون بجي حامض موجود بكل بيت، الخل موجود بكل بيت، من دون اي كمان لا عناء ولا شيء، وزيت الزيتون او زيت النباتي، الملح موجود اوكي. وبهالطريقه انا رح اجيب من هون شويه ملح، وبهالطريقه انا بكون شو عملت؟
كون انا سلطه فيها كل السلطه فيها الغزاء. مكونات تضل مشبعتني يعني فيها بروتين كربوهيدرات فيها فايبرز يعني فيها كل شيء نعم كارلا اوكي لكن نحن هلا هون بهالطريقه نحن طلعها شو حلوه وصار عندي صحن كمان بتقبله باي حاله مش عم بحكي بس على حاله طوارئ هيدي فينا ناكلها باي نهار نعم اوكي بس نحن هيدا موجود وبيجي انا بسكبه بطريقه كمان كثير حلوه وشكله حلو من دون ما ادخل فيه اشياء طازه لانه مرات بحاله الطوارئ ما فينا نشتري الخضره الطازه اللحم بيكون مسكر هالقصص كلها من الشغلات الموجوده بالبيت اوكي يعني صرت لهلا عامل تقريبا الشعيريه بعد الشعيريه لك سلطه الرز بعد عامل المعكرونه بعد ما استعملتها لك شو بدي اعمل انا عندي بطاطا فيني هلا احط عليهم زيت وحامض واكلهم مثل ما هني صحيح اوكي فيني اجمع معهم البصل انا رح اعمل شغله فيني اجمع معهم بعد كمان ذره مع تونه 100% رح انا بطاطا مثلا برجع بحط نفس الشيء محل الرز استعملت بطاطا طلع نفس الشيء ما رح اغير شيء انا ابدا طلع مثلا تنقول ما بدي تنقول ما بدنا طلع ها لك شو رح اعمل رح اجي انا هيك بس بطاطا وبصل ونعنع يابس مثلا جيت انت هون حطيت نعنع يابس اوكي هذا نعنع يابس الموجود كلهم بالبيت برجع انا كمان بحط هون هيك زيت زيتون لك قبل بدقيقتين من نهايه من نهايه الفقره قال لي جوزيف ايه؟ عايزك بشي ملح كمان بهار طلع جوزيف شو صار وانا عندي هلا انا هون حلوه كثير بعقده وبجي انا بجمعهم ولك كمان شو حلو بجي انا بحطهم بقلب صحن يعني هودي هالافكار اللي ممكن نعملهم بكل الاوقات نعم. عندي كمان شغله يعني دائما نفتش على القصص اللي بنحطها مونه يعني فينا نتمون بطاطا هودي لازم يكونوا موجودين باي حتى محل. لو ما في حالات طارئه يعني حلوين يكونوا موجودين بالبيت بيسهلوا علينا اوقات يجينا عالم على السريع مثلا فينا نحضر هيك اطباق مثلا هيدا دائما حابب بس يكون عندنا بيفهموا عيام تلاقينا محضرين شيء اسمه لايف ستيشن يعني نعمل اشياء قدام العالم نحن اذا بنحضر قدامنا بحاله طارئه نحضر هالاشياء قدامنا او اذا عندك عزيمه ممكن كمان تستعملها بدي اقول شغله لك هلا الطون لك هلا الذره لك هلا الشعيريه عندي سؤال عندك خط ساخن نتصل فيك اذا صار في عندنا حاله طارئه خط ساخن ما كان عندي جواب بس مش محضوره مثل ما بيقولوا شو يعني لك شو حلو هلا هون لك شو عملت جيت انا جبت الشعيريه اللي هي موجوده بكل شو بدي اقول لك بكل زاويه بكل قرني لك كمان شو حلوه جيت انا قليتها بشوي من بعد ما قليت حطيت عليها مي سلقتها صفيتها بردتها صارت جاهزه بتطوش بتعقد عم بخطها مع التون ومع الذره طلع عم بعمل منها سلطه شعيريه اوكي جوزيف هلا بتدوقها بعد شوي ما راح ندوقها هلا قدام المشاهدين بس انه عم اقول لك بتدوقها بعد شوي وبتشوف قديش طيبه وفيني ارجع اقول محل شعيريه رز شعيريه بطاطا ها ليك انا بحس في زيد رز على شعيريه بعد شو ما بدك فيك كمان سلطه يعني بتصير عندك بدك نعملها؟ يلا نعملها بهالطريقه شوف يعني انت جبت شو عندك انت شو يعني صار في عندك رز مفلفل على البارد 100% يعني سلطه رز مع شعيريه مع التون مع الكسر انا بعمل اوقات بالبيت الشعيريه مع لسان العصفور الباستا اوكي محل الرز طيب وكيف مع توم شوي وكيف بتشيل لسان العصفور؟ بسموها لسان العصفور بس ما اسمها ما لنا لسان عصفور كيف بشيل لسان العصفور؟ رح اقول لك كيف بشيل لسان العصفور اخ شادي ولو لا بس لا بدي اقول شغله هي باستا جاي على بالي اضحك بس مش عم بقدر اضحك شغله بعرف بس لازم نخلق شوي جو 100% جوزيف انا هلا اعطيت كذا فكره ليك شو حلوين كمان فينا وقدمتهم بطريقه اذا ما بدي اقول كبيتهم بالصحن بس معنى انه مش ضروري نحن هون كمان بس نكون بحاله طوارئ نجي نزين الصحن تبعولنا ونجي بدنا نعمله لانه نحن بنكون سريعين انت عايشها مضبوط مثل ما لازم أوكي. نكون موجودين فيها ان شاء الله ما بتتكرر تنذكر وما تنعاد بعد نكون حاله طوارئ للضيوف بعد معي دقيقتين بدي اقول فيهم شغله ننتبه كثير على حالنا لا عم طلع هيك فيني لانه مثل شو في معي دقيقتين يعني دقيقتين 60 ضرب 2 بيعملوا 120 سنه بدي احكي فيهم تفضل يا خيي اوكي اول شغله انا بدي اغيب عنك شوي بدي اغيب كمان عن الشعب كله هلا لمده 7 ايام مسافر على السعوديه طالع على جده بكره عندي شغل هيك كم يوم وعندي برمي هيك شوي صغيره بالدول العربيه رح كون بدبي يوم 3 الشهر لاعلان المشاركه بيني وبين الشركه العالميه كوكا كولا اها رح تبلشوا هلا تشوفوا صور الشيف شادي والوصفات على 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 البطلز
فهيدي شغله كثير حلوه بالنسبه لي، وان شاء الله كمان كل اللبنانيين يكونوا هيك مجتهدين ويقدروا يقدروا هيك. انا بدي اطلب منك شغله، بدي منك بعد عندي بقى 80 ثانيه، بعد عندي 40 ثانيه. طيب لحظه بدي اخذ منك 10 ثواني، بيض لي وجهي. اول شيء ليش حط ايدك على كتفي؟ انا مش غايب عن الوعي. اللي وصلتك له هون انا، ليك وين صرت؟ صرت سفير. بقى انا نسيت كوكاكولا. شادي اوكي بتعرف، بيض لي وجهي، ما رجعلنا بجوائز كثير، رجعلنا بحكي كثير، رجعلنا. بس انا ما قلت انه انت اخذ مني 15% من المدخول الصافي. طيب شادي نحن رح نرجع مع شادي. كثير بشكركم، كثير بشكركم، ورح يكون اكيد معكم علي، رح يكون معكم كمان مازن، رح يكون معكم كمان فيصل، كمان رح يبيضوا لنا وجهنا بهالسبع ايام القادمين. شكرا كثير لكم، وانتبهوا على حالكم. بدنا نرجع بعد شوي، رجعنا شوي. رجعين؟ بس بدنا نروح عند غيدا شوي على صيدا. غيدا. وبعدها صباح الخير غيدا عن جديد. صباح الخير جوزيف، واكيد صباح الخير للشيف شادي، تحياتي لك. الله يسامحك. واليوم اكيد عم تحضروا اطباق للحالات الطارئه، وهذا شيء كثير مهم اكيد، خاصه ضمن حملتنا اللي عم نقوم فيها بالتلفزيون مستقبل والحمل الوطني للامم المتحده، فكر كل ووفر. واكيد هذا الشيء يمكن عم يلجأوا له هلا كانوا اهالي صيدا للحالات الطارئه اللي عم يعيشوها كانوا بخلال هالكم يوم. ومثل ما كنا عم نقول انه صيدا نهار الاحد بتكون فاتحه، لانه هي مدينه بتفتح ابوابها وبتفتح كل متاجرها كمان نهار الاحد. لهالسبب ايضا اليوم معنا صاحب متجر موجود كمان هلا حد بعالم الصباح، وهو متجره مباشره بقرب المسجد اللي صارت فيه اكيد المعارك، وهو معي اليوم استاذ جابر. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اليوم يعني اذا فينا نحكي شوي عن الاوضاع اللي عم تشوفها انت من بعد ما رجعت هيك نوعا ما صيدا عم تسترد انفاسها، يعني الحاله اللي مرقتوا فيها كانت كثير صعبه، وكنت حضرتك بقلب المتجر وقت اللي صارت الاحداث. كانت والله عندي ثلاثه موظفين انا واختي، ثاقبت بالنهار زيت، وهذا كنت مريض انا، فاختي كانت موجوده هون بالمحل هي والموظفين. فاول ما طلع الضرب على الجيش اللبناني هون، نزلوا الشباب جماعة الأسير من هون يعني وقوصوا عليهم، فنحن على طول هيدي العيدة صرنا عنا كل يعني كل يومين ثلاثة، يعني إذا واحد ضربوا كف هون صار شيء بده يسكروا الطرقات ويصير في شيء مشاكل. يعني صرنا سنة عايشين على أعصابنا هون، يعني قاعدين بالمحلات مقطوع رزقنا كلها سوا كان هون، وكل ما حدا بده شيء بده يسكروا الطرقات، واحد بده يعيط على واحد بده كذا تسكرت الطرقات عبرها كلها سوا. ف المهم انه اختي موجوده كانت بالمحل والموظفين اللي عندي، فبس طلع رصاص وكذا قوسوا على الجيش عم بسكروا المحل، فبيجوا المسلحين بحزوهم جوا بيقولوا ممنوع تظهروا، بده يظهروا من المحلات، قالوا له ممنوع تظهروا، سحبوا عليهم السلاح وخلوهم جوا من الساعه 2 للساعه 10 بالليل بقلب المحل، اربعه قاعدين القصف والرصاص عليهم، ولي المحل مثلا كله تخرزق برصاص، وحتى قوصوا من قلب المحل فاتوا، وانسرق محلي على فكره بعد المعركه. وهيك جيت انا امبارح بالصبح انا فتت لجوا عم بتطمن، لقيت الاجهزه الخليويه الجديده كلها مسروقه من عندي. ف يعني عشتنا يوم يعني هذا لا تتصور يعني قد ايه عشناه بالهلع، وانه واحد اخته وموظفينه هون وقاعد ومش عارف مصيرهم، بس دلينا على اتصال نحن وياهم يعني لحتى الله سبحانه وتعالى من عنده يعني انه ظهرهم من المحل، وفضل الجيش يعني اجى هيك يعني اخر شيء وصل الجيش لهون حد شمسين يعني هيك، وانسحبوا شويه لحتى قدروا ظهروا يعني من المحل. وهلا الحمد لله. يعني الايام اللي جايه شو بتقول؟ شو بتقول للمواطنين كلهم اللي عم يسمعونا؟ المواطنين بعبره انه الحمد لله رب العالمين، يعني انه هلا صار فينا نشتغل بحريه، لانه كنت بس نجي على المحلي انا محلي مثلا اجي اقعد فيه يعني كل نتفه بدي ضلني اطلع، صار شيء ضرب حدا سمعت صرخه بدنا نسكر، سمعنا عيطه بدنا نسكر، سمعنا ضرب فرقاع بدنا نسكر، يعني ما عادش معروف يعني شو بدنا نعمل، عرفتي كيف؟ فهلا من هلا ورايح الحمد لله بنقول لاهل عبره، لانه نرجع عبره زي ما كانت عبره بين الاهالي المختلطه بين الطوائف كلها سوا، بين السني والشيعي والمسيحي والدرزي، كلنا نحن اهل هون بعبره، وكلنا بدنا نشتغل، وكلنا بدنا يعني نفتش على لقمه عيشنا مشان نشتغل نعيش بكرامه ونعيش بحريه، بوجود الجيش اللبناني يعني هون، والله يخلينا الجيش، ونحن كلنا فدا الجيش وفدا البلد الصيدا، لانه صيدا هن كلها سوا عايشين فيها نحن من يعني من قد ايه بدك تقولي ما في خلفه بين سني وشيعي وكذا، بس بوجود هذا المربع اللي عملوه صار فيه يعني طائفيه كثير
الطائفي اكيد اكيد يعني ما بيسوى التحريض، لانه كل واحد عمله الشيعي كافر والعمله هذا وهذاك كذا، ما عيب. صحيح صحيح، معك حق. نحن اكيد بنتشكر كثير وجودك معنا اليوم، واكيد يعطيك الف عافيه والف الحمد لله على السلامه لك ولكل عائلتك. شكرا كثير لك استاذ جابر، واهلا وسهلا فيك. واكيد نحن اليوم بختام نهارنا المميز واكيد الاستثنائي اللي عم ننقل فيه كنا المعاناه اللي مرقوا فيها اهالي صيدا، واكيد كل الفعاليات اللي كمان كانوا معنا موجودين وخبرونا عن الواقع المرير والصعب اللي مرقوا فيه اهالي صيدا، عم نرجع بنقول انه الحمد لله قدام عيوننا هلا عم نشوف موظفي شركه الكهرباء عم يرجعوا يعيدوا ايصال الشرايط المقطوعه، كل الاشياء اللي تقطعت وكل الاوصال اللي كانت عم تفصل الوطن عن بعضه، ان شاء الله بترجع اكيد تنوصل مع بعضها لحتى نرجع نقول انه لبنان فعلا بيستحق الحياه، وصيدا صيدا فعلا مدينه للحياه. ودائما بنقول انه الواحد لازم يكون قوي اكثر، لازم واحد يفكر بقلب ابيض اكثر، لازم كلنا نقول انه الحمد لله مثل ما هلا كنا عم نسمع الاذان عم بيأذن ورانا بالجامع، بجامع حمزه كمان بنعرف قديش الكنائس دائما مجموعه حد صيدا، هالجامع اكيد الكنيسه اللي دائما موجودين جنبا الى جنب صيدا بخبرونا قديش الامل دائما ناطرنا وقديش بكره رح يكون احلى واحلى. اكيد تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتابعونا، بصيدا بالجنوب بالشمال ببيروت، اكيد انا اليوم قلبي كبر اكثر بمدينتي بصيدا، تحياتي للجميع وان شاء الله بتنذكر ما بتنعاد ابدا، وفعلا تحيه كثير كبيره واجلال للجيش اللبناني ولارواح كل الشهداء من الجيش ومن المدنيين. بنرجع لعندك جوزيف. شكرا لك غيدة، انا بتمنى نكون قدرنا بهالالتفاتة البسيطة ولو نمسح دمعة على خدودكم وعلى اللي ما رح نقدر نشيل كل المصيبة عنكم، قد ما فينا منعزز ومنكرم بإجلال ووقار هالمؤسسة، مؤسسة الجيش اللبناني. نحن لك، نحن معك، نحن دايما مع الجيش اللبناني، نحن دايما بنقدم لك كل تحياتنا، وطبعا بكل قوة وبكل وقار، ودايما منقول انه نعالك ما بتخرقها ابدا رصاص العدو، من نسمي عدو حتى مين ما كان عم يضرك او يحاول يمس فيك. انا وشادي بنقلكن انه نهار موفق، ان شاء الله نكون قدرنا تابعتونا وعطيناكم افكار كمان اليوم بالمطبخ. بدي انهي انا شوي صغيري ببسمة. نعم اوكي، يعني كان كل نهار اليوم وهيك نغير شوي صغيري الجو عندكم بالبيت، فودي شوية زعترات جوزيف، هودي اللي بقيوا من عندي حضرتهم فيهم سماق وهيك لوقت الحرب معك، وهذا كمان شوية خبز اللي حضرت لك إيه، لأنه ما بتعرف أي ساعة بعمل هجوم على بيتك بالأشرفية وبتنحصر بالداخل. نعم أكيد أنا مجهز حالي، مش بس بهودي مجهز حالي بموني كاملة دايما، وناطر زيارتك، ناطر زيارتك يا شادي. لا منك أنت، أنا بتنذكر ما تنعاد طبعا كل الأحداث اللي شهدناها بهاليومين يلي مرقوا، وإن شاء الله دايما بضل راسنا مرفوع من شمال لجنوب للبقاع لبيروت، نحن مع بعض بتواصل وعيش مشترك، ورح نضلنا نقول نحن الشعب اللبناني لكل مسؤولين لا ولا ولا، وممنوع التدخلات من برا، نحن دايما للسلام، السلام الداخلي والسلام الخارجي، وبدنا السلام وبدنا لبنان يرجع والصيفية تكون